السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنا عملنا الإعدادات، الحاجات دي تغيير كلمة سير والكلام ده، وبدأت تركيب فاتورة والكلام ده. تقريبا بدأت تركيب فاتورة دي لسه ما اشتغلتش فيها، تقريبا هنشوفها باسم النشاط ومعمل النشاط والكلام ده. هنا الموردين كود المورد والكلام ده كله، والبحث عن الموردين سابق تقدر ايه نعدل عليه. ماشي، اتجاه المورد هنا لو حابين نرجع، طبعا هنا لازم اعمل حذف للبيانات، علشان انا كنت مدخل حاجات في توريدات، بس الجهاز اللي كنت قاعد عليه مخرف في التوقيت، مخرف في التوقيت يعني تحت. فاحنا هندخل بيانات تانية، عملنا حذف خلاص، وهنعمل شوية حاجات كده نقصانا في البرنامج. يعني احنا هنا هنضيف كود مورد محسن او خالد اشرف، اي حاجه دلوقتي. ماشي، حفظ كده، عملنا تسجيل، هنعمل كام صنف كده. خد بالك الموضوع باركود ده مهم جدا، لازم يكون في رقم باركود. ها؟ لازم يكون في رقم باركود. بعد كده ايه؟ 50 جنيه، قلنا مثلا ايه؟ 7 قطع. دخل اسم المورد، يعملوا سعر البيع. هنا مبيعات، اخترنا هنا مثلا بعنا 3 قطع. بالك الحاجات دي هتتمسح، مش موجودة هنا في التقرير ده، الحاجات اللي اتباعت، وتقدر تطبع التقرير الفاتورة ده، كمان الربح بتاعها في الجزء ده اهو، جمع اهو الكلام ده. ده نقدر نقول كده خلصان. وايه تاني خلصان؟ حبينا ان احنا نرجع اللي اتباع النهارده، تم التعامل معاه. لو باعنا قطعتين، فهنا يقدر يبيع القطعتين وبقى القطعة واحدة اهي. لو حبيت تعمل تاني اقول لك الكمية منتجة اكبر من نفسه والكلام ده، القصة دي كلها. دي كده قصة الارتجاع، لكن الارتجاع مش معمول له تقرير. يعني ارتجاع العملاء هنا، ارتجاع المورد ممكن ترجع مثلا حاجة للمورد، قطعة مثلا. هنا لما ترجع ممكن بتخش على التقرير بتاع الارتجاع. لا والله التقرير ارتجاع المورد مش معمول، وهو يعني مش معمول، معمول ارتجاع كل حاجة بس مش معمول التقرير بتاعه. يبقى مطلوب ان احنا نعمل تقرير للارتجاعات المورد، وتقرير لارتجاع العملاء اللي هو العملاء لما تيجي ترجع. طب التقرير ده هنزله فين؟ الحاجة الوحيدة اللي معمول لها التقرير، وهي حسابات المورد الفواتير السابقة اهي. دي الفواتير بتاعة المشتريات اللي انت اشتريت بيها، تمام. وهنا في التقرير التاني في حاجة اسمها تقرير المبيعات، ايه الحاجات اللي اتباعت اهو، ده تطلع التقرير، وده تقرير الارباح نفس شرحه. لكن اللي اتعملش لحد دلوقتي التقرير بتاعه للاسترجاع اللي هو ارتجاع المورد وارتجاع المبيعات. هنعمل
التقرير المرتجع، تقرير مرتجع، تقرير مرتجع المبيعات، تقرير مرتجع المورد، وهنا نعمل تقرير مرتجع المبيعات. تعال نخليها للمورد، وهنا تقرير مرتجع للعميل. بحيث ان احنا لو عملنا التقرير ده الاثنين دول نفذوا، يبقى اصبح البرنامج خلص بنسبة 80% حتى الان. يعني دي مهمة اوي، التقرير انا دلوقتي رجعت. طب ايه اللي يثبت انا رجعت؟ اخذنا فلوسها، الفلوس اللي فيها القيمة اتغيرت، دي نقطة. النقطة التانية ايه اللي ايه اللي هو فين هو فين هو اللي انا رجعته؟ اطلعه منين؟ فلازم تطلعه عن طريق التقرير. زي ما انا لما اطلع تقرير كده عن اللي انا بعته من شويه اهي، وتخش متابعه اهي، ده اللي انا بعته من شويه، والربح بتاعه اهو، تقرير الارباح بتاعته اهي عن يوم اهو، واهي برضه تقدر تتبع الكلام ده كله. طيب نفس شرحه، محتاج اعرف لو انا ركبت الممر بيبان، اطلع التقرير، هو ده المهم. يبقى الاتنين دولت ايه اشتغل فيهم؟ ايه تاني اللي احنا ما اتعملش؟ العملة خلاص خلصت تقريبا، حسابات العملة ده في الاخر خالص مع الخزنة، مع الخزينة، ودي يعتبر اخر حاجة هتعمل في برنامج الخزينة عشان نقدر نربط الاموال كلها في بعض، لان لازم الخزينة تتعمل اخر حاجة. ايه تاني؟ المخزن، احنا عملنا الكميات فقط، وكميات عن اختار يوم دي مش عارف اتعملت ولا لسه، مش كده اختار يوم، لا ما تعملش، يبقى مطلوب الرصيد المخزن عن يوم المفروض نعملها، دي مهمه جدا، وكارت الصنف ده مهمه جدا. بس احنا الحاجات دي كلها مهمه جدا، وما ينفعش البرنامج يتباع من غيره، ولكن احنا ممكن نمشي نمشي البرنامج ونطفي شويه حاجات من هنا، نقدر نطلعها تقرير تقرير ننفذ تقرير في البرامج التانية. يعني مثلا اطلع منه دفعة، يعني مثلا ايه الاصدار الاول يبقى اول اتنين بس، الاصدار التاني من البرنامج ده هيبقى اول اتنين زائد معاهم كمان بندين، الاصدار التالت للبرنامج ده هيبقى اول 6 بنود من الكلام ده كده. يعني عايز اقول لك يعني ممكن تمشي من غير تقرير، تمشي شوية بس برضك مهم التقرير. ايه تاني؟ يبقى احنا كده المخزن فيه شوية تقارير ناقصة، مبيعات التقسيط دي برضك مرتبطة بالخزنة، مينفعش اللي أنا أشتغل فيها دلوقتي لما نخلص الخزنة الأول. طب تسوية العجز، إحنا عملنا تسوية العجز، يعني إيه بقى عجز؟ يعني أي صنف عندك ضرب، حصل له حاجة، وقع من سرق، بدأت تخصمه. ولكن إيه هو اللي ناقص في التقرير ده؟ الناقص في التقرير دوت تسوية عجز، ماشي، لكن في حاجة اسمها تسوية زيادة. أنت جربت دلوقتي عندك في المخزن، لقيت في 10 قطع، المفروض هما 9 بقى 10، وهي ما ولدتش، مش ولدت، هي في خطأ حصل وبقت في واحدة زيادة، فنضيفها ولا نسيبها بقى ايه ما لهاش ضبطة ليها؟ لا، لازم تضاف للمخزن، فعشان تضاف تخش حاجة اسمها تسوية زيادة. ده بالنسبة، يبقى هنا في هنا تسوية زيادة، والارتجاعات اللي احنا قلنا عليها التقارير، وفي شوية حاجات هنا في المخزن وكده. طبعا الارتجاع العملة دي خلصت، في جزء منها خلص. هنا الادوات الاخرى التسعير دي مهمه برضك، ايه انا اشتغلت فيها تقريبا التسعير، بيكتب اهو تمام. الرصيد الافتتاحي الاصناف، تقريبا خلصتها. هنا الامر التوريد لسه، بس دي يعتبر مش مهمه قوي، لان انت بتعمل امر حشره هتنزل في السوق تشتريها، يعني ممكن تكتبها في ايديك في نوتة، يا اما تكتبها في برنامج، يعني ايه بيديك منظر، يعني انت ممكن تكتبها في برنامج عشان يقول لك السعر التقريبي اللي انت هتشتريه دوت كان اخر سعر كان كذا، ممكن يكون سعره اتغير دلوقتي، ممكن يكون سعره دلوقتي زاد 10% علشان انت اخر مرة اشتريتها من سنة مثلا او من 6 شهور، فهي بتديك درجة تقريبية يعني.
ده الباركود خلاص خلصناه، ده السيت اب بتاعه. يعني لو كتبت مثلا هنا ستيكر بيجيب لك الباركود بتاعه، اطبع بيتبع معاك الايه الجزئيه دي. وهنا ده البيع بالجهاز الباركود نفس الكلام. وهنا نسبة القيمة المضافة 14% لو حبيت تخليها صفر. دي هتبقى ايه، ممكن ايه. طيب في حاجات جوه محتاجة تطلع بره، وليكن زي لما دي تم الشرط دي لا ايه اضافة صنف، ايه المانع ان لما ناخد نسخة منه نطلعها هنا بره في الجزئية دي؟ دي برضك مهمة جدا ولازم تتضاف ولازم تتحط هنا ولازم نعمل لها حساب، يعني لكن نحجزها، نحجز لها مفيش مشكلة. ادي هو كنترول سي كنترول في، ايه تكويل الاصناف. لحد ما نعمل لها ونفرغ نفرغ اسمها ديت الروابط علشان ميبقاش فيه لخبطة. تمام كده زي ما عملنا تكويد الموردين اهي. تكويد الموردين ديت انت ممكن تخش منها من هنا وممكن تخش من جوه من جوه اهي من جوه، وبالك ده لون وده لون ماشي. يبقى احنا كده ايه تكويد الاصناف دي هيبقى نفس النص نفس الكلام اللي اتحطت هنا هيبقى هنا، عشان دي مهم ما ينفعش اللي ايه بقى ايه تقييم المخزون. وبالك ان في حاجه اسمها تقييم المخزون احنا المفروض نعملها ماده سجل اصابه لا في حاجه ماده اسمها تقييم المخزون احنا ممكن نضيفها علشان ما ننساهاش. ننزل الطباعه دي تحت شويه كده وناخد كده نسخه. يعني ايه تقييم مخزون؟ يعني تقييم مخزون ما فيش معنى، يعني ما فيش شرح. تقييم المخزون، تقييم المخزون تقييم المخزون ادي اهو. تقييم المخزون ده مهم على فكره. يعني ايه تقييم مخزون بقى؟ يعني بنشوف المخزن عندي قيمته الشراء بكام، قول مثلا يا سيدي 2 مليون، قيمته البيع بكام 2 مليون ونص. يبقى المخزن ده لو باع النهارده كله هكسب كام؟ نص مليون. ده يبقى قابلني لو باع كله في يوم واحد. يعني انا بديك يعني تقريري كده ماشي. هنشتغل النهارده بقى في الايه الجزئيه اللي احنا قلنا عليها اللي هي بتاعه ايه بقى، اللي هي يا سيدي في تقرير مرتجع المورد. طيب احنا بقى عشان ما بقى كل شويه نقعد نعمل فورم وفورم وفورم كم، هنحاول ناخد نسخه من دي ونفرغ. ماشي ناخد نسخه من ديت اللي هي فورم 52. فورم 52 هنيجي هنا اهو 5 2 اهي، ناخدها نسخه وهنزود عليه حرف الام دي اي حاجه، ونيجي هنا ونسيفها او نسيف ونفرغ. شيل 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 كل ده اتشال، سيب دي بس نعمل لها بس اللون بتاعها. ونعمل التقرير مرتجع للموردين. ليه انا قلت لل، يعني حاجه خد يعني حاجه كانت عندي واديتها له، يبقى التقرير مرتجع للموردين. ما قلتش انا مرتجع مورد، ما ممكن المرتجع مورد مورد هو اداني تاني، لا انا عايز يعني افهم المستخدم التقرير ده مرتجع للموردين، يعني رجع تاني للموردين. هنعمل بالك القصة اللي احنا ايه معتاد عليها اللي هو في نسبة التقرير، فاكر تقرير المبيعات؟ هناخد الحتة اللي فوق دي كلها، ناخدها كلها كلها بما فيهم البحث كمان، نسخة تبقى الأصل. وهنخش هنا عند لسه ضايفينها دلوقتي من شوية، وارمي يعني نزل باللون بتاعها، توفينا للوقت والجهد. هنيجي هنا عند البحث تفرغ ايه، تفرغ نتفرغ. طيب في التقرير احنا هنضيف ونست، يعني احنا دلوقتي ما نضغط عليها ما فيش حاجه، لا احنا لازم نعرف الزرار ده
بالفورم اللي احنا لسه كاتبينه دلوقتي. اوبن فورم واحد في اخوي مش هي 50 و52؟ اه 52 دي بقى بتاعها فين؟ هي دي شايف هنا بقى الحاجات دي. هو جاي من هنا من تاريخ النهارده الى تاريخ النهارده. طب بناء هعطيك الصفر، القيمة الافتراضية بتاعته بتساوي ديت آخر 3 أيام. ماشي، آخر 3 أيام بقى لما نضغط عليها، لما نضغط على آخر 3 أيام دي هنعمل إيه؟ هنخلي ده ناقص 3، اللي هو التيك الصفر ناقص 3. بتساوي او تكست مي دوت تكست صفر بتساوي مي، بتساوي مي دوت تكست صفر برضه تخيل، بس ناقص 3. نقصها 3 أيام. الله، ده بنقصها كتير. لا 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 لا، الشغل ده مش هينفعنا. طيب نعملها ازاي بقى؟ نخليها من دي، من تكست، تكست 2 بقى كده. ها نفس الكلام اللي هنا، ناقص ايه بقى؟ السرعة. هنا ناقص 30، وهنا ناقص 350. يعني سنة بالكامل. اهو جاب كده سنة، وهنا 30 يوم، وهنا وهكذا وهكذا. يعني هنعمل هنا فورم مساعد، احنا دلوقتي هنا بنعمل تقرير للمرتجع. طيب واحدة واحدة بقى كده، ادي حساب الاتجاه لما بنعمل بحث، وهنا لما بنرحب بنرجع. الكلام ده بيروح لمين؟
يخش على الفورم ده. احنا بنرجعنا دلوقتي، انت بتودي التقرير فين عشان نقدر نجيبك؟ والله يا ابو دين ده كله بهود كلهم، تخيل تيبل 5 و6 و11 و13 و7 و14 كتير قوي كل ده عشان ارجع. طيب هنشوف المصدر بتاعه فين، ناخد نسخة. تيبل 5 نعمل عملية ارتجاع للمورد، وليكن هرجع 3 ارتجاع. تعمل ارتجاع ده يا حبيبي، هنيجي هنا ونشوف التلات دول روح في التيب الخمسة سمعت ايه. ادي 5 اهي، تيب الخمسة يعني ارتجاع المورد اهي 3 اللي احنا هنرجعه. بص ليه بقى دي بيبقى يعني فوق ليه مش عارف، ما علينا. ادي ناقص اهو، وتقارير رقم اذن الارتجاع كويس قوي. يبقى احنا هنعتمد على التقرير 5. تقرير 5 كل اللي علينا دلوقتي ان احنا هنعمل مساعد استعلام ونجيب في تيبل 5. رقم اذن الارتجاع اهم ادي 1 و2، ونحاول نجيب شويه حاجات يهمنا في رقم الاذن الارتجاع. ايه اللي يخليه يظهر؟ اول حاجه ده مش عايزينه قوي يعني. طب ده تاني ماشي، ده هنفلتره بيتجي على المورد. هنفلتره ازاي؟ هنصفيه ازاي؟ هنيجي هنا اهو ونكتب الكلمة الجملة دي. بس احنا كده ايه؟ شلنا الدوشة اللي ممكن تيجي. طب ايه تاني؟ تيبل 5 احنا كده 2 3، ده تقريبا كل الصنف. اسم الصنف 1 تقريبا، ده الشيله وكده. بس احنا اللي يهمنا بقى رجع لمين؟ فقريت هنا في مرتجع المورد يكتب لي الجمهور مثلا، ماشي. فاحنا ممكن نشتغل بشوية حاجات دول تمام، وعايزين ناخد بس الكمية اللي هي فيلد 7، وهنضربها في ناقص 1. بس لازم سيف الاول، خد بالك كويري 120 يبقى ده مش هنحتاج اللي هو نظهر. هنعمل هنا المتعدد اللي هو الفورم المتعدد دوت، ده رقم اذن مهم جدا جدا، يبقى رقم اذن الارتجاع. يعني ده مش عايزينه،
خليها ده بردك نوع الحركة، كل حركة بركة. ده الكود، الكود اسم الصنف، الوحدة، نشيل بقى ده ونكتب الكمية المتاحة. ده كويري 120، كويري 120. ويعمل هنا شوية تلوينة كده. هنشيل بقى الحاجات اللي ملهاش أي لازمة دي، ونشيل الديتشن. يعني ايه اديتيون؟ يعني اضافات، اي اضافه جديده مش عايزين. شوف احنا مش هنضيف، احنا ده مساعد للاستعلام فقط. ده كله عدم التحكم فيه قطعيا نهائيا. بص عليه بس، بص عليه من بعيد، لكن تقرب منه هتتكهرب، هتتكهرب. لازم محدش يقرب من الحاجات دي، لان لو قربت من الحاجات دي البرنامج باظ كده بقى من الكهرباء، محدش يقرب منه. بص بس، بص من بعيد كده، ما تقربش عينك. ايوه، ما ينفعش تتحكم في اي حاجه من الحاجات دي. لكن هنعمل هنا زرار هو بس اللي تقدر تخش عليه، بس مش وقته كده، بس نخلص بس الايه الجزئيه. خد بالك ان ناقص حاجه مهمه قوي قوي قوي، اللي هي الداتا. الداتا ديت هي دي المهمه جدا عشان خاطر اقدر اصفي اللي هي دي. ايه دي؟ تاريخ، تاريخ. الله الله الله، مش مكتوبه. طب تعالى كده نشوف كده تيبل خمسة، هل لما انا رجعت تسجل التاريخ ولا ما تسجلش؟ لو ما تسجلش لازم يوجد لها تاريخ، لازم. فين تيبل خمسة؟ لما رجعنا، شايف؟ ما اتوجدش تاريخ. بس هنا بقى ايه تاريخ الارتجاع؟ تاريخ عملنا شعبي. خلاص هنشتغل احنا في تاريخ الايه؟ الارتجاع. هنجيب دي تاريخ الارتجاع دي، طب هنجيبها هنا بقى ونشيل دي. ايه نحطها مكانها؟ تاريخ الارتجاع. شكرا. طيب 120 تاني، نرجع تاني 120. لا لا لا، مش ده،
الشيت دي هتبقى كانها تاريخ الاتجاه، تاريخ عشان مهم قوي. ونغير دي تاريخ الاتجاه. التقرير متجع. الحلقة الجاية إن شاء الله وبدون مقاطعة اللي أنا هعمل إيه بقى؟ لو حددنا آخر 3 أيام يجيب لي اللي أنا رجعته في خلال آخر 3 أيام، عملنا آخر 7 أيام اللي أنا رجعته في آخر 7 أيام، في آخر 30 يوم يبقى أنا رجعته في خلال آخر 30 يوم، في آخر 365 يوم يعني آخر سنة إيه الحاجات اللي رجعت بس هي اللي تظهر في خلال آخر سنة. كل الكلام ده مش هيظهر لما ساعدتك تدوس على كلمة بحث. ماشي، ده إن شاء الله في الحلقة الجاية، انتظرونا يعني. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.